جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تكثر الرسائل التي تثير هذا الموضوع شيخ صالح، ويكثر السؤال أيضا عن مثل هذه القضايا، ويبدو لي أن القضية منتشرة بشكل واسع. ما السبيل لاستئصال هذه الخطيئة؟ هل هو عن طريق الندوات، عن طريق المؤتمرات، عن طريق وسائل الإعلام، أم عن طريق هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى قيامها في البلدان التي لم تقمها بعد؟ جزاكم الله خيرا شيخ صالح. لا شك أن كثرة السؤال عن هذه المسألة يدل على كثرة الخطأ فيها، كثرة المخالفات، والحمد لله السؤال يدل على خير ويدل على يقظة، ولكن الواجب لإزالة هذا الكابوس القبيح الذي تفشى في كثير من بلاد المسلمين، الواجب هو واجب العلماء الذين حملهم الله أمانة العلم وسيسألهم عنها يوم القيامة. إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فلا يجوز للعلماء أن يسكتوا عن هذا الخطأ العظيم، بل يجب عليهم أن يبينوا أن هذا شرك وأن هذه بدع ومحدثات، ويبينوا للناس طريق الصواب ويحذروهم من هذه الطرق الشيطانية الخرافية الوثنية. وعلى الدعاة خصوصا الذين ينتسبون للدعوة وينظمون ويهيئون أنفسهم للدعوة ويتسمون بالدعاة، عليهم أن يبدأوا بهذا الواجب العظيم وهو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفعلون ذلك. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل تبدأ من هذا المنطلق، وهو إصلاح العقائد والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والجهاد، الجهاد في سبيل ذلك إذا مكنهم الله سبحانه وتعالى من الجهاد. فواجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، وأن لا يكون مجال دعوتهم في أمور جانبية لا تغني شيئا مع إهمال هذا الأمر العظيم الذي هو أساس الدين وقوام الملة، وهو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ووسائل الدعوة كثيرة ولله الحمد، طريق المحاضرات، الندوات، الدروس، تدريس في المساجد، خطب الجمع والأعياد، المؤلفات، الكتب والرسائل، الكتابة في الصحف والمجلات، وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة. لكل أهل العلم وللدعاة يكون لهم مجال في هذه الوسائل، لا تترك للتمثيليات والمسلسلات والخزعبلات أو إلى ما هو أشد من ذلك وهو التضليل، ولكن يكون لهم مجال فيها ليبلغوا للناس ما أنزل الله على رسوله وليؤدوا واجبهم نحو عباد الله عز وجل. فإن الله حملهم مسؤولية العلم وسيسألهم يوم القيامة عن ذلك. قد جاء في الحديث أن من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.